استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ اليوم فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يزور البلاد حاليا. وجرى بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها خاصة قضايا التنمية والبرامج الإنسانية والخيرية ومشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لدعم ومساعدة الشعب الصومالي الشقيق. كما جرى بحث التطورات والمستجدات الراهنة في المستويين الإقليمي والدولي والتعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب والعنف والتنظيمات المسلحة والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار على الأراضي الصومالية. وأكد سموه مواصلة دولة الإمارات نهجها في مساعدة ودعم جمهورية الصومال وشعبها في بناء مؤسساته الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره.